بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله العلي العظيم. اليوم نلاحظ أن الموالين لأهل البيت عليهم السلام يتسارعون ويتسابقون إلى نيل رضا الله عز وجل ورضا أهل البيت عليهم السلام، والجزء لا يتجزأ من رضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك باعتبار أن الشعائر الدينية وإحياء هذه الشعائر هي طريق لنيل رضا الله عز وجل. حقيقة سعدنا بالمشاركة في موكب جامعة الكفيل وبرفقة طلبتنا الأعزاء وإخواننا من الأساتذة والمنتسبين في الجامعة لتقديم الخدمات لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. حقيقة كثير من المواقف اللي رصدتها عدسة إعلام جامعة الكفيل اللي تستحق التأمل والتوقف، صور رائعة ضمنت الحماس والاندفاع والتسابق في سبيل تأدية أفضل الخدمات. أتوجه بالشكر الوافر لرئاسة جامعة الكفيل المتمثلة بالأستاذ الدكتور نورس محمد شهيد الدهان المحترم على سنح الفرصة أمامنا للمشاركة في موكب الجامعة، وكذلك حفاوة الاهتمام والدعم الدائم لموكب جامعة الكفيل وتقديم أفضل الخدمات النوعية والمتميزة.